السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا، وهو عن اسباب الحكم بالبراءة في قضايا الضرب وبالاخص القضايا الملفقة. وحبيت اتكلم في هذا الامر لان دايما بنلاحظ ان بيكون في قضايا كتيرة ملفقة في قضايا الضرب، ناس عادية بتروح تتبلى على ناس تانية ويقولوا ان هم ضربوهم وتعدوا عليهم، وللأسف اوقات كتيرة بيتحكم بالحبس في القضايا دي، وده لان الشخص اللي بيتعمل له المحضر بيطنش وبيقول انا ما عملتش حاجة وما بيتابعوش، فبتكون النتيجة هي الحبس. لكن احنا النهاردة هنناقش الاسباب اللي بينتج عنها حكم البراءة. وبكل اختصار، هناك بعض الاسباب بتضعف موقف المحضر، او بمعنى اصح بتبوظه، والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عنها على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، وده لان اوقات ممكن قضية تكون ملفقة ولكن متقفلة كويس قوي وكل الادلة ضد الشخص المتهم، ولكن ايمان المحامي ببراءة المتهم او براءة موكله بتفتح قدامه القضية وبتخليه يقدر ان هو يثبت براءته بطريقة او باخرى. علشان كده قلت على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر. ومن اهم نقاط الضعف في اي محضر ضرب اللي ممكن بسببه يتم الحكم بالبراءة، رقم واحد في حالة التعدي بالضرب وخلو الاوراق من التقرير الطبي او عدم وجود اصابات بالمجن عليه. يعني اي شخص يروح القسم يقول فلان ضربني وعايز اعمل له محضر ضرب، ولكن بدون اي اصابات او بدون تقرير طبي يثبت اي اصابة، فبالتالي دي بتكون نقطة ضعف كبيرة جدا ممكن على اساسها يتم الحكم بالبراءة، وهو بنسبة كبيرة اصلا هيكون براءة في هذه الحالة. رقم 2 في حالة اختلاف التقرير الطبي الخاص بالإصابات مع أقوال المجن عليه في المحضر. يعني شخص يروح القسم ويقول فلان ده اتخانق معايا وضربني بقطعة حديد على دماغي وعورني، ولكن التقرير الطبي يجي يلاقي ان دماغه مفيش فيها اي حاجة وانه مثلا عنده كدمة في رجله، فهنا اصبح اقوال المجن عليه مختلفة مع التقرير الطبي للإصابات، فدي بتكون نقطة ضعف كبيرة جدا في محضر الضرب اللي بينتج عنها البراءة بنسبة كبيرة، لان لازم التقرير الطبي للاصابات يطلع متفق مع اقوال المجن عليه. يعني يقول ضربني في دماغي يطلع التقرير فيه اصابه في دماغه، يقول عورني في ايدي يطلع التقرير فيه جرح في ايده، لكن ما ينفعش مثلا يقول ده هو ضربني في ايدي فيجي التقرير الطبي يقول لا ده هو متعور في رجله. كده في اختلاف، الاختلاف ده طبعا لمصلحه المتهم وبيبين ان في تلاعب وتلفيق للقضيه. ونيجي الرقم 3 وهي في حالة الشيوع في الاتهام. والشيوع في الاتهام من اهم الدفوع اللي بيشتغل عليها اي محامي. والشيوع في الاتهام ان المجن عليه يروح الاسم يقول مثلا ان في 5 اشخاص ضربوني، ولكن بدون تحديد كل شخص ضربه ازاي وبيان الاصابة اللي عنده، فيجي عندنا التقرير الطبي يكتشف اصابة واحدة وهو عنده 5 اشخاص ضربينه، فبالتالي يصعب تحديد مين الشخص اللي ضارب الضربة دي، فهنا بيتحقق عنصر الشيوع في الاتهام اللي بناء عليه بتكون نقطة ضعف كبيرة في محضر الضرب وينتج عنها البراءة. ونيجي الرقم 4 عندنا اللي يعتبر مهم جدا، وهو الجزء الخاص بالتقرير الطبي. في التقرير الطبي عندنا لازم بعض المعلومات والبيانات يتم ذكرها بشكل واضح وصريح، لو ما تمش ذكر البيانات دي او المعلومات دي يصبح التقرير لا قيمة له، والمعلومات دي بتكون كالآتي: رقم 1 توقيع الطبيب المعالج، رقم 2 اثبات تاريخ الإصابة، رقم 3 اثبات تاريخ التقرير نفسه، يعني التقرير يكون عليه التاريخ والوقت وكل حاجة، رقم 4 اثبات سبب الإصابة نفسها. وطبعا البيانات دي كلها بيانات جوهرية، اذا تم اغفال اي بيان منه يصبح التقرير ضعيف ولا قيمة له، لان لازم يكون كل البيانات دي مذكورة بشكل واضح وصريح. واخيرا التراخي في الابلاغ، يعني يكون عندنا فجوة زمنية بين وقوع الجريمة نفسها والابلاغ عنها وتوقيت التقرير الطبي، ويكون مفيش اي اتفاق بين التوقيتات دي كلها، ده هنا بيتحقق فيه عنصر التراخي في الابلاغ. وعنصر التراخي في الابلاغ بيمثل جزء كبير جدا من اضعاف اي محضر، فلازم ناخد بالنا لو انت فعلا حصل معاك مشكلة وفعلا حد ضربك او حد تعدى عليك، تاخد بالك ان ما يمرش وقت طويل علشان بعد كده ما يتحققش عنصر التراخي في الابلاغ فالمحامي التاني يشتغل عليه، لازم تاخد بالك من الامر ده. ودي تعتبر من الامور الثابتة اللي كلنا بنشتغل عليها في محاضر الضرب، خد بالك منها في البداية لانها هتسهل عليك حاجات كتيرة جدا وانت بتقرأ محضر الضرب. ولكن زي ما قلت الكلام ده كله على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، يعني ممكن قضية يكون ما فيهاش الكلام ده خالص ولكن يكون الحكم النهائي ليها البراءة، ولكن البراءة هنا بتكون نابعة عن شطارة واجتهاد المحامي وإيمانه ببراءة المتهم. لكن هنا خلينا نكون واضحين ان الأسباب دي بنسبة كبيرة جدا بتمثل البراءة في قضايا الضرب. وبس كده، ده كان موضوعنا النهاردة، واتمنى المعلومة تكون وصلت لكل الناس سواء كانوا طلبة قانون او محامين جدد او اي شخص. وفي النهاية أتمنى لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل ما هو جديد، ونشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.